اهلا وسهلا بحضرتك. انا في الاول ببارك لك على فيلم مطرح مطروح، وكلمني شويه عن الفيلم. أهلا وسهلا، منورة الدنيا. ومطرح مطروح آخر فيلم عملته، أنا بعتز بيه جدا جدا وبحبه، يعني فيلم من الأفلام اللي أنا بحبها. اترشحت ازاي للفيلم؟ كان من خلال المنتج محمد السبكي واستاذ وائل إحسان. كلمني بقى على الكواليس مع شيماء سيف ومحمود حميدة. أستاذ محمود طبعا فرحان جدا إن أنا اشتغلت معاه، راجل عظيم فنيا وإنسانيا. يعني إنسانيا أنا بقيت أحبه حب غير منطقي، يعني بقيت أحبه جدا فنيا طبعا، كده كده لا غبار. وشيماء صاحبتي جدا وبموت فيها، يعني إنسانة زي العسل. واجهت صعوبة في تحضيرك للشخصية؟ إيه؟ واجهت صعوبة في تحضيرك للشخصية؟ لا مش صعوبة، هو الفيلم نفسه صعب، الفيلم تنفيذه صعب، ان انت تنفذي حرب والحرب العالمية التانية، بان انت بتصوري الفيلم كله سنة 42 تقريبا او في الاربعينات، فان انت تعملي الشخصية في الفترة او في الحقبة الزمنية دي مش سهل، ان انت كلامك كله يبقى في الفترة دي ده مش سهل، يعني مش صعوبة بس كان محتاج شوية مجهود شوية.